برحب بحضراتكم من جديد، وبالتأكيد التقرير اللي شفناه حاجة فعلا بديعة يعني. ولما بنقول انه المنجز المصري مش وليد اللحظة، ده من قديم الازل. لما نتكلم على تاريخ الفراعنة او التاريخ الفرعوني او التاريخ القديم او المصري القديم، الحقيقة قدر ان هو يعدي بسنين طويلة جدا ما بين كل البشرية في ذلك الوقت. يعني احنا بنتكلم على التطور الحضاري الكبير جدا. مصر في التاريخ القديم حصل لها مجموعة من الأزمات الكبيرة جدا، كانت ازاي بتعامل مع هذه الأزمات؟ لما نتكلم حتى على اذكر حضراتكم بقصة سيدنا يوسف، انه ربنا خلاه انه هو يكون الحارس على خزائن الأرض، فجاه مصر وعدت الأزمة الكبيرة في سبع سنوات العجاف. نتكلم على تاريخ ضخم جدا من مصر، وان هي قدرت ان هي تواجه هذه الأزمات تاريخيا بقى. ده كان شكله ايه؟ ده اللي هنعرفه الحقيقة من ضيفة حضراتكم. برحب بالأستاذة الدكتورة علا العبودي، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بحضرتك. عندنا تاريخ كبير من النضال الحقيقة. زي ما بنقول انه مصر دولة مؤسسات، مصر دولة تجتمع لمجابهة كل الاخطار والمخاطر اللي بتمر عليها. احكي لنا من فضلك يا دكتورة تاريخيا مصر القديم كان بيواجه ازماته ازاي؟ طيب الاول هنبتدي بالواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. نعم. الاوبئة وازاي الناس كان بيتعامل معاها والكلام ده. فالحقيقة هو المصري كان دايما مش بيحب يقول الحاجات الوحشة، كان دايما بيعمل لها تجنب كده عشان الدنيا تعدي وتمشي وكده. فطبعا هو اشارات خفيفة قوي لأوبئة حصلت في مصر زي اللي احنا فيه دلوقتي، وباء جامد يعني اذى ناس كتير قوي. اول اشارة جات لنا هو كلمة وباء في مصر القديمة اللي هي ايدو. ايدو اللي هي ممكن نقربها كده او اتقلبت في العربية باسم الداء. خلاص، او ايادة، يعني الكلمتين دول كان المصري بيستخدمهم علشان يقول ان في وباء حصل، وبيبقى في تكتم شديد قوي على ان هو يفصح بتفاصيل اللي حصل. فاول مره جت الكلمه دي كانت في عصر الانتقال الاول، وانتصروا عليه بس ما عندناش تفاصيل قوي. اوكي، تفاصيل المهمه قوي او اللي جات لنا يعني نقدر نتكلم عن ايه اللي حصل وازاي جابه المصري الوباء ده وكده، من الدولة الحديثة تحديدا الاسرة الـ18 في الفترة بتاعت امنحتب الثالث، وده كان من اكبر او اشهر الملوك في مصر القديمة، وتحت حكم الامبراطورية اتمدت من العراق لحد الجندل الرابع في النوبة. يعني حضرتك متخيل كانت مصر متحكمة تقريبا في الشرق القديم كله. صحيح. خلاص، وكانت اغنى دولة وعندها ثروات لا حد لها. فاللي حصل انه جالنا وباء المصري قال عليه. انا يهمني هنا ان هو ازاي الملك اتعامل مع الوباء ده. كويس. اول حاجة زي ما احنا بنقول دلوقتي فكرة العزل، اول حاجة عملها امنحتب الثالث، احنا عرفنا الكلام ده من حاجة اسمها خطابات العمارنة. دي خطابات كانت متبادلة بين امنحتب الثالث وابنه اخناتون وبين الملوك اللي موجودين في الشرق الادنى. ففي الخطابات دي عرفنا بقى شوية تفاصيل يعني. من ضمن التفاصيل دي ان هو اول اجراء عمله ان هو نقل فكرة العزل اللي احنا بنتكلم عنها بقى دلوقتي، نقل العاصمة القصر الملكي بتاعه من البر الشرقي للبر الغربي. كويس. في حتة اسمها الملقطة. اه. تمام، ده ايه؟ ده اجراء عملي. اه. فهو نمبر 1 مركز الحكم. اللي هو بعيدا عن الوباء. برافو. بعيدا عن الوباء. فطبعا دي كانت حاجة غير المعتادة، يعني غالبا المصري كان بيعيش على الناحية الشرقية على الضفة الشرقية. نعم. والمقابر بتاعته والحاجات الجنازية بتاعته بتبقى على الناحية الغربية. نعم. فأول خطوة أخذها امنحتب الثالث، وده طبعا دليل على إن هو حكيم جدا. إن هو بعد هو بالقصر الملكي بتاعه الناحية الغربية من النيل، وتم توسيعة. واضح إن الموضوع استمر فترة طويلة، لأن هو تم توسيعة القصر ده مرتين في عهده في حكمه. يبقى ده ايه السبب؟ ده معنى انه كان في وباء واستمر طويلا. استمر طويلا. ده السبب العملي. والسبب او الاجراء العملي اللي عمله امنحتب الثالث. انما بقى الحاجة المصري دايما معروف طول عمره ان هو متدين وشعب يعني بتاع الدين يعني زي ما بيقول. فالاجراء التاني بقى ان هو
عزز عبادة المعبودة سخنت، والمعبودة سخنت دي المعبودة بتاعة الشفاء في مصر القديم، لدرجة ان احنا لقينا 700 تمثال، تخيل الرقم، 700 تمثال معمولين في فترة امنحتب الثالث بس للمعبودة سخنت بالحجم الطبيعي. وطبعا دي حاجة يعني لفتت نظر مثلا علماء كبار كانوا بيتقربوا لها المصريين القدماء، وكانوا بيقدموا القرابين عشان يبعدوا عن الوباء، لانه عنده قناعه انه في اله بيحميه. برافو عليك. دي جزئيه مهمه جدا. حلوه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الاجراء الاولاني اللي اخده ان هو بعد القصر الملكي بتاعه، الاجراء الثاني ان هو ابتدى يشتغل بقى على الجانب اللي هو يتقرب للمعبودات بتاعته. كويس. الوباء طبعا ما انتهاش لحد كده، فجه في عهد ابنه اللي هو المعروف الكبير قوي اخناتون، برضو استمر الوباء في عهده، فناس كتير قوي منهم كوزلوف اللي انا قلت لحضرتك عليه، منهم علماء كبار قوي، قالوا ان من ضمن الاسباب اللي خلت اخناتون ان هو ينقل العاصمه بتاعته من طيبه للعمارنه، مش بس الاضطهاد الديني اللي حصل، لان هو اول موحد في التاريخ واول من دعا ان احنا نلغي كل الالهه ونعبد اله واحد والكلام ده، مش بس هو كده، لا ده كمان الوباء اللي انتشر. فراح نقل العاصمة وقعد فيها من السنة الخامسة للسنة السبعتاشر، يعني فترة طويلة قوي. من ضمن الأسباب اللي خليته يعمل كده ان هو الوباء المنتشر يخفف حدته، يعني ينقل الناس لمنطقة بعيدة مش مأهولة قبل كده علشان يخفف الوباء ده. حضرتك عارف، عايز تعرف يعني قد ايه شدة الوباء دي، نعرف انه في افراد من العائلة المالكة ماتوا، مئات جثث كتير جدا كانت موجودة في العمارنة، يعني بعد تحليلها وكده عرفوا ان هم تعرضوا فعلا للوباء. طب ايه هو الوباء ده؟ كان وباء الطاعون. طبعا الطاعون كان قاتل جدا. من الناس الافراد العائله المالكه اللي ماتت مثلا ماكت امون اللي هي ابنه اخناتون، منهم سمنخ قراع الملك اللي جه سنه ولا اتنين بعد اخناتون، منهم توت عنخ امون. يعني توت عنخ امون ما ماتش مقتوله؟ لا ما ماتش مقتوله، مات بالطاعون. ممكن هو مات اثر نتيجه حمى شديده جدا، قد تكون لانه الطاعون بيسبب طبعا، فقد تكون الطاعون لانه هو ده اللي كان منتشر في الفتره دي. طيب دكتور علا، كان المصر القديم لما بنشوف في الحفريات وعلى جدار المعابد كان متقدم جدا طبيا، ما كانش فيه علاجات قدر يكتشفها ويوصل لها في الوقت ده ويديها لل بالنسبة لمرض الطاعون تحديدا اللي انا بتكلم عنه ده دلوقتي، لا ما عندناش ايفيدنس اللي هو اكتشفه. بس طبعا زي ما حضرتك قلت، في الطب حدث ولا حرج، دي محتاجة حلقة كاملة بقى ان احنا نتكلم فيها. خلاص يعني ناخد بعد حضرتك تكلمين على الطب. انما مثلا احنا عندنا اشهر بردية اللي هي بردية ابرس دي اللي محفوظة في متحف لابزك في المانيا، دي بتتكلم عن اكتر من 870 مرض تم الكشف عنه وتحديد. اللطيف في المصري القديم ان هو مش بيقول لك المرض كذا كذا، لا ده بيقول لك ازاي تكشف عليه، يعني لو حطيت ايدك على بطن فلان ولقيت ان كان فيها زيت بيتلقلق جوه، بقول لك التعبير اللي موجود في البرد، المكتوب في البرديه، يبقى ده عنده مرض في المعده. يعني هو بيدي زي اعراض المرض ايه، الوصفه بتاعه الكشف ايه، وبعدين بيوصف العقار اللي بيوصفه ايه. فطبعا هو كان يعني متقدم جدا في الناحية الطبية. طيب نروح بقى احنا عندنا مغالطات كتير في التاريخ. يعني وعندنا بعض المصطلحات اللي احنا بننسبها لعصور وهي مش موجودة في العصور دي، وفي عندنا لغاية النهاردة يا دكتور كلمات بنستخدمها من ايام الفراعنة. خليني مجازا يعني. كلمينا عن الاخطاء دي نستفيد برضه في سهره رمضانيه من حضرتك. طيب هو اكتر حاجه بتضايقني انا، والاسئله دي بتسالها كتير جدا، اكتر حاجه بتضايقني عروسه النيل. والفكره ثابته للاسف في دماغ الشباب دلوقتي. الدراما والافلام اللي اتعملت فيلم هو نجم عبد العزيز ورشدي اباظه، هو فيلم حلو قوي ودراما رائعه جدا، بس ملوش اي سند تاريخي الحقيقه، لانه ده اللي عمل الحكايه دي انه في مؤرخ كده اسمه بلوتارخ جه مصر
زار مصر كده، كتب في تعرف المؤرخين زمان بيزوروا ويكتبوا النوتس، فاضح ان هو حد قال له المعلومه دي معلومه مش مظبوطه تاريخيا، فكتبها في الـ في, الـ في الكتاب اللي طلعه عن مصر وكده، واخدوا منها بقى المؤرخين التانيين بدون اي دليل قطع. ليه بقى؟ لانه المصري القديم ارقى، يعني عامل البني ادم برقي، كان عند البني ادم ده قيمه، فارقى كتير قوي ان هو يقدم قربان. المصري ارقى ان هو يقدم قربان بشري. احنا في مصر قديما لم يثبت نهائيا وجود اي قرابين بشريه، فكان كل اللي بيعمله ان هو بيقدم فعلا للنيل قرابين، بس بيقدم قرابين كحك، حاجات كده يعني. بمناسبة رقي المصري، القسم المعروف والأكثر شهرا، أنا لم ألوث ماء النيل، لم أقتل ولم ألوث ماء النيل، ولم أقطع شجرة، يعني قد كده قدسية النيل عند مصر القديم، وهو صانع الحضارة في هذا الوقت. نعم، ودي من أهم الحاجات اللي بتميز الحضارة المصرية. طبعا حضرتك عارف الحضارة المصرية أطول حضارة في تاريخ العالم كله، لأنه ما فيش حضارة، الحضارة تستمر 1000 سنة يوما، لكن 3000 سنة من الحضارة المتواصلة دي أكبر أطول مدة تاريخية استمرت فيها حضارة في العالم كله. جميل. اساسها بقى اللي خلاها لها تميز كده وخلى العالم كله يدرس الايجيبتولوجي، ان هي بتهتم بالبني ادم وكل تفاصيله ورقي الخلق. فده اللي ادها جاذبيه يخلي العالم كله يدرسها. لما بنيجي نشوف برضو على المنقوشات على المعابد بنشوف الزي الفرعوني، وهو كان زي موحد وكان موجود على مدى العصور. يعني كلميني عن، لانه برضه سؤال يعني اللي هو ايه، الناس بتسال هو الناس ما كانتش بتلبس ولا كانت طوائف، لانه انا شويه معلومه ثقافيه انه كانت كل فئه من الفئات ليها زي معين بتلبسه في هذا العصر. طيب يعني سؤال حضرتك ممتاز جدا، واشكرك ان انت قلت دي من الحاجات اللي انا بشوفها على السوشيال ميديا وبزعل قوي. ليه؟ اول مصري ما كانش عنده لبس شتوي، مش عارف ايه الحاجات دي بتضايقني، لانه المصري كان عنده موضه زيه زي اي حضاره في العالم. دلوقتي هتطلع الموضه الشعر الطويل اللي مقسوم ثلاثه، بعد شويه لا هيطلع الضفاير، شعري اعمله ضفاير، ده في زي الراستا اللي موجوده دلوقتي. طبعا من الاول الاسره الرابعه مثلا انا هلبس بالنسبه للرجاله هلبس النقبه او الدريس قصير، يعني زي ميني جيب كده. لا في الاسره السادسه بقى هطول قوي النقبه بتاعتي وهتبقى طويله، دي الموضه. في الدوله الحديثه انا بلبس جوب قصيره كده وعليها عبايه كلها بليسيهات، ودي كانت موضه جدا في الاسره ال 18 وعصر الرعامسه. في الدوله الدوله القديمه الرجاله يقصوا شعرهم ودي الموضه، او شعرهم يا دوبك يبقى لحد كتفهم، بتكلم عن الرجاله خلي بالك. خلاص، انما في الدوله الحديثه لا، الرجاله هيبقى شعرها طويل ومضفر برده. الستات كانت بتهتم بالاكاليل اللي بتتحط زي السورتات اللي بتتحط على الراس، ودايما تحط وردة لوتس كده علشان تدي نفسها شياكة. لا فطبعا الموضة برضو عايزة على الواحدة. كمان رجال الدين كانت في العصور دي كان ليها زي موحد وكان برافو عليك. رجل الدين دي بقى من الحاجات المهمة جدا، كان لازم يتميز بانه اولا لازم يكون حريق الرأس عشان دواعي النظافة في مصر القديمة يكون طبعا. لانه الكاهن كان بيستحق، او سوري بياخد شاور 3-5 مرات في اليوم. 5 مرات في اليوم، اجنبي يا دكتور. كان بيستحق 5 مرات في اليوم. 5 مرات، 5 مرات رجل الدين. لازم 5 مرات في اليوم، مع اللي هي دلوقتي الوضوء 5 مرات. تمام. خلاص. وكان لازم يحلق شعره قبل كل صلاه. شعر جسمه كله. علشان برضه دواعي النظافه، ومن ضمن الشعر طبعا الراس، فكان كل اي كاهن العلامه المميزه بتاعته ان هو يكون حليق الراس. تمام. وبعدين بيلبس بقى، في بعض الكهنه بتلبس جلد النمر، اول ما اشوف حد لابس جلد النمر كده حطه على فوق لبسه يبقى هو ده كاهن.
لان ده كان له لبس مخصوص. غير طبعا يعني لو الوقت سمح لنا، غير طبعا موظفين البلاط الملكي اللي كانوا موجودين، غير الكاتب. انا بس اذا سمحت لي في حاجه بس مخلوطه واحب يعني اوضحها، لان هي برضو بتضايقني انا كسيده مصريه بفتخر ان انا مصريه. حته الختان. احنا دلوقتي طبعا الختان ده حاجه قاسيه جدا على المراه، في تجريم عليه طبعا، وطبعا مجرم جدا، والكتب والسوشيال ميديا و بترجعوا انها عاده فرعونيه قديمه او مصريه قديمه. طبعا الكلام ده عاري تماما من الصحه. هو طبعا الثابت ان احنا عندنا رجاله كان بيتعمل لهم ختان، وعندنا مناظر من الدوله القديمه زي منظر في مقبره، اول منظر في مقبره عنخ معحور بيصور عمليه الختان، بس بالنسبه للراجل فقط، انما لا في نص ولا في منظر ولا في اي دليل اثري اقدر امسكه ان هي عاده مصريه، هي عاده تمت للاناث، انما كانت بتتم والمناظر مسجله انها للذكور فقط. وده بيكمل رقي ونظافه مصر القديم يعني. حقيقة دكتورة كلام حضرتك ممتع جدا عن التاريخ، ولازم نتكلم كتير مع حضراتكم عن تاريخنا وعن حضارتنا اللي العالم كله تناقلها يعني، وبيجي يدرسها النهاردة بكل شغف وبكل حب يعني. نورتينا دكتورة، عندنا وعد من حضرتك نكمل حلقة تانية عن الطب في العصر القديم، وده بالتأكيد هيوريك قد ايه ان احنا امتداد مهم جدا لجيل بنى مصر وحضارة مصر. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتورة أولى العبودي، واستاذ الاثار المصرية القديمة كلية الاثار جامعة القاهرة. نورتيني كل سنة وحضرتك بخير. حضرتك بألف خير. بعد الفاصل ان شاء الله هلتقي بحضراتكم طبعا، وهيكون لقائنا مع الاستاذ دكتور عبد الله عبد الفتاح راشد من علماء الازهر الشريف، وهنتكلم مع فضيلته على ازاي بقى هنقضي العيد في البيت، هنقضي المناسك بتاعتنا، صلاة العيد هيبقى ازاي، ايه حكمها. كل الاسئلة بتاعت حضراتكم ان شاء الله هتكون معانا في الفقرة القادمة باذن الله. من فضلكم كنتم معانا. تم البدري بدري والايام بتجري، تم البدري.